نمشي يا رجال ضر السيارة علينا والبنزين علينا يلا يلا جرح شغل السيارة كل شيء علينا خلاص شغل السيارة شغل السيارة شغل السيارة يلا مشينا شغل السيارة وانا ونروح نونسك ونمشي انا 10 دقائق وانا جاي خلاص ازهني اكيد فعلي يا اخي من جد كفو كفو انت واشكالك كفو والله انت واشكالك والله انت واشكالك لا 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 يا ويش الحال ايش الخمول ذا ايش هالخمول والله العظيم انه خمول اني ولد القريه احس ما في مخرج حتى في القريه فاضي ما في الماده يا ويش ايش رايك نسوي نودع القريه ها احس سعود عتيبي انا عرفت كيفك في الطومة كيف انا احس سعود عتيبي ست درايش ذي ما حطها عبث هذه اكيد لا تهويه وش تهوي يا غبي انت رايش دي طيب احس ان في سكان معنا في القريه ناس اي تكفى وين؟ هنا؟ وين؟ هم قاعد يراقبون هم يتكفون يردون علينا الصوت ترى انا متاكد انهم قاعد يراقبوننا الحين خذ العلم مني وصلنا 103 ويراقبوننا ما شفنا لهم حس ولا خبر ذكي سعود العتيبي حاطهم زي شو اسمه لا منعزل لا خندق خندق اي طلعهم ويشوفون سوالفنا اتوقع يعني عشان كذا يشوفون بس اتوقع ان شغلهم ما يبدا الحين الساعه 12 الساعه 12 عشان يرقبون احنا نحشت متى نحاش احنا تقريبا من 12 الليل لست المغرب هم هذا دوام الحين هم اكيد عند اهلهم شو شو اسمع تسمع صوت صحون قاعد يسوون عشاء اسمع والله لا يا رجل دين مشغلين الدين لا لا تعال الخزان ما في ماء تعال اسمع في صوت صحون صح؟ لا مشغلين الدين والدين والبيت الدين والحوش لا يا الخزان ما في ماء لا يا رجال ها وش صوت هذا؟ اكيد صوت المطبخ يطبخون عشاء ها؟ يطبخون عشاء ايش توقع عشاءهم؟ احس كذا احس انهم احس انهم مرقوق لا انا خبز يدام احس لا لا صوت صحون ايه كذا ملاعق يدام خبز ومرق ايه اكلها ملعقه من ولا حقتي اتوقع انه اتوقع انه مرقوق انا اتوقع انه مرقوق اسمع اسمع خلنا نسمع ذول نسمع ذولا ايه هذا لا وش 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 شلون وش حاي الحسن ما يبغى واجد ليه كم توقع ذا الحسن ما اربعة تنبؤك هذا بناء على ايش؟ بناء على الادام حلو والخبز صوت الصحون لا المرقوق المرقوق لا لا جايهم احد اجد زياره والله اي المرقوق ما المرقوق مو لهم اي توهم قايمين اي مو لهم مرقوق اجل ما لهم داعي اذا اللي يجون للعرب على طول لا يدقون عليهم شيء جاي مسيري بسم الله انت بعد ايوه عرفت الحركه ذي اللي تدعي يا اخي ذول انا احس انهم داخلين عليهم كذا ما دقوا عليهم يو ذكر كل العوائل كذا يا اخي ذول ليش ما دقوا علمونا انهم جايين اي الرجال راقد من العراق شوف ان انت ايش رايك مع اللي يدقون ولا ما يدقون ارحب لازم يدقون سلام تعال جالسين نحل الحمد لله نحل مرحبا مرحبا شكرا بالنور اسمع شلونك الله حي تعال وين تعال اسمع لا تتكلم شيك تسمع صوت ها تسمع صوت تسمع صوت لا الا صوت هواي لا 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 سمعت قاعد يطبخون يسوون ميشة من هم؟ هذه عائلة سعود عتيبي حاط عائلة ناس تجسس عليهم لا ما بعد كلمت ايش رايك تكلمهم؟ يا ولد لو ما يسمع هذول هذول مسوي لهم مرقوق ويدام وذولا هذول ما ادري هذا اللي جاي لهم عرب مسيرين عليهم اتوقع ريحة طبخ وش وش تتوقع؟ احس انها كبسة حمراء بلا دق دق عليهم اسكتوا اسكتوا ما يبون نادي ما يبون نادي ما يبون حد يدري ما يبون حد ليه ما يردوا ليه؟ ليه يتوقع يردوا؟ ما ادري احس ان عندهم مدارس هذا اللي صارت معه من البرنامج خلاص فقد الامل يا والله اني ابغى البرنامج يتمد اي نبغى يتمدد اي لا تسلك لا تسلك ايوه ايوه قبل امس تقول اي نبغى يتمدد 14 يوم نسوي دعيه للقريه يعني نبكي اليوم ونبكي ذاك اليوم والله نودع يا ولد خلاص
هذا باكيتي مرتب يعني. لا لا نبغى اليوم نعيش كنا ما احنا فارقين قريب يعني طبيعي. ها شلون ما احنا فارقين؟ كان احنا ما احنا فرحين نعيش طبيعي. اي والله نعيش طبيعي نعيش طبيعي. هذا جاء طار الوداع اتعب والله. اي والله نظام تعب الوداع اسولف عاد شعوريه لتي قلبي والله ما تدري اجل ها وصار في وضع الهواية اليوم مش بس الجورد ورد اليوم مش جمعه بكره براين. لا يا رجال الا بكره براين. لا مستحيل عيسى يتقبل العيشه هذه بعد بكره براين. بكره برايم السبت بعده برايم للجميع كله. بعده برايم مرتين واحده. طب هل تعلم معلومه ان بكره اخر صباحيه في البرنامج؟ اي صح اخر صباحيه اي اللي هو اليوم لا مو باليوم بكره السبت. اي صح بكره كيف يعني لا لا. صباحيه الاحد اخر صباحيه. اي شباب المفروض يحطون صباحيه الاحد. اي المفروض بكره يعبونها فقرات. خلاص ايش رايك نقسم اعمارنا كل واحد ياخذ يسوي له فقره يجي فيها الختم يا حلو. ايه انت شو بتسوي؟ شو بتسوي انت؟ انا عندي فقره. وش؟ بس انا بعد فلاش باك. وش؟ ما عاد في فلاش باك خلاص امس اخر شيء. اسالك بالله ما في فلاش باك؟ لا يذمتك ما عندنا احنا يا ولد ولا بعد ولا رايح العدو تدري قد ايه كان فيها هذا؟ كان فيها خمسه بعد المتسابقين خلاص ما عندنا لحن. صراحة مرة نطفي لمبات القرية ونقفل القرية كلها ما في لحن. اسمه ايش رايكم نسوي مقهى؟ تبغى تبيت لك طفي القرية كاملة. اي نقول يلا يلا نحن يا عيال يا عيال شنو صار؟ نطفي لمبات القرية. امشي امشي لا خل نطفي لمبات. يلا يا شباب خلاص تعالونا بكرة. والله؟ اي قولوا سعود العتيبي والعيال يقولوا تعالونا بكرة. اتوقع ما فيها مسؤولية. والله حشي خصم قوي. ها انت تنافس على مركز؟ لا عادي هل شانك يا اخي خاف عليك يا اسف. خلاص يا رجل تخاف علي ايش؟ قربتك. حددني يلا. تعال طفي اللمبات. يلا دندن طف. طف. طف اليونان. يا ولدي اخاف يسوي لي مصيبه واضح. بس تحت. انت المشكله خاف تطفي كهرب ال الطبلون كله. الطبلون كله. خرب البرنامج. الكاميرات والدنيا. يا رجل دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبه ترى يكثر. بسم الله انا عشان ما بس ما احد يجيني ثاني ضمير. شوف اتوقع بتطفى القريه كلها. طف اللي فوق بس. طيب اللي فوق اي واحد؟ اللي هو فوق. اتوقع اتوقع على مسؤوليتك. على مسؤوليه طبعا. طفي طق. يا الله اني خايف. ليه؟ ها؟ ليه؟ خاف تحت القريه يا ولد. وش دخل من الزر تحت القريه؟ يمكن. ليه؟ يمكن تحت كذا. طفي ولا لا؟ طب طف 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 انت الحين انت كبير رجال كذا على انت بيقولون هذا شايب كبير محترم انا بيقولون هذا صغير. وش فيك انت غبي؟ ما بتسوي شيء انا؟ يلا يلا بسرعه انت جا ها؟ ما بتسوي شيء دقيقه يلا طيب يلا ليش قصة سوي طف 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 جد ما يطفي ما يطفي ليه ليه قوية مثبتة أواخر أخر لعبتي والله قوية تكسرها والله إي والله أخذك ودي طفي ما تقدر ودي طفي اللمبة ودي طفي اللمبة والله يطف عادي بس نجي فوق قوية ما أدري الثانية ما جربت جرب شو شي ما سويت شيء يا ولد اطفي ولا لا؟ ما يجيني مسؤوليه انا اخاف مسؤوليه بس ولد تبي ننهيها بشيء صالح؟ اي الله يكتب لي في خيره سكر سكر به ندورنا لمبات الهاوس طبلون احسن من ذا اي لمبات هذا اصلا من يوم قلنا كذا قبل كل شيء هذا ايش اسمه؟ ازراره واجد ازراره واجد وقويه وقديمه من ايش رايك نطفي اللي في الهاوس؟ طفي على اللي في الكشر والله اي نلعب عليهم من البرنامج خلص يلا يا ربع طلعوا خلهم يجمعون ملابس من الحين رتبون انفسهم من الحين افضل يلا يلا تعال تعال نطفي اللمبات اسمع 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 عندي خطه عندي خطه سلمان سلمان تعال 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 سلمان تعال شوف يبي لها مخ يبي لها مخ عايز ايش رايك يعني شيء غير المخ دقيقه غير الموضوع ذا رجع لمشي مشي ها
أنا عندي ترى لي موضوع. بالله من اللي قفله؟ والله تكفى يا ولد نبي نطفي. الله الله يرد. الله يخافش. استغفر. خير شيك صاحي يا بابا ابو الله بابا صاحي شيك خرسنا شيك خرسنا هذه النغمه مع الباب اهدى هذه النغمه مع الباب شوف 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 تكفى بيطفي شوف شوف بسوي مقلب هذه النغمه مع الباب شوف 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 وش وش دقيقه اسمع بنطفي اللمبات على العيال بنسوي في مقلب بنطفي اللمبات ابغى اطفي اللمبات عادي بنطبلون برا تكفى قلي ما يخرب البيت طفيها يمديني يا اخي رد يا اخي تكفى يا اخي رد اطفي اللمبات ولا لا يا اخي لا ترد ها طفيها ولا لا تكفى من اللي يطبلون لي برا خليني اطفي القريه يا اخي يعني مش ايه طيب الهاوس الهاوس تدري الكاميرا يمديني احرك الكاميرا عادي الفها بالله خليني الفها انا بلفها امس ترى امس ترى قاعد تلف الكاميرات في الهاوس يوم ان يصورون العيال قمت امسك الكاميرات والفها اذا جاء شيء ولا شيء ترى ماني دخل هي تلف من نفسها صدق اسمع ها اسمع الكهرب لا تعرضه شوف ها ايش الفقره نسوي كل شيء الا الكهرب صليت يلا انط وش رايك نطفي الثلاجه ما عاد من... ما عاد فيها الا الشطه بس سلم تبدا اكثر شيء الشطه ولا فيه الا الشطه الثلاجه تصير الشطه اشرب شطه عادي هات تشرب اي عادي انا كل يوم ليه حكم هو كل يوم اشرب شطه ايوه في ليمون في ليمون خذ ليمون تبيها انت؟ لا